أخبار اليوم. توقع يكون مين رئيس مجلس النواب القادم؟ لا 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 رئيس مجلس الشعب القادم هيحصل فيه جدل شوية، وممكن ما كانش يحسموا الموقف ويقفوا في قائمة واحدة ويختاروا شخص بعينهم، مش ينفع، لأن عدلي منصور مش هيرجع لورا عمره بعد ما كان رئيس جمهورية يبقى رئيس مجلس الشعب. كذلك محتمل يكون أحمد الزند، ويا ريت أما يمسك أحمد الزند يظبطها. يعني شخصية معينة مثلا ممكن يكون المستشار مرتضى منصور. ليه طيب؟ عشان أنا زملكاوي مشجع الزمالك. عشان هو مثلا ممكن يكون هو راجل مثلا بيفهم في القانون، يعني بيوصل له خبره في القانون، يعني خبره في دراسه القانون، ومحامي كبير يعني، وكان راجل مستشار في المحاكم يعني، فعنده خبره، فممكن يكون هو الاقدر يعني للتعيين يعني. والله انا اتوقع سامح سيف اليزن، لانه هو شخصيه محترمه ويستاهل يعني. بحب عمرو موسى، يعني عمرو موسى ممكن. عمرو موسى والله انا ما اقدرش احدد حاجه بالاختيار، وانا ما اقدرش اتدخل فيها قوي يعني. واحد زي مرتضى منصور بقول ليه ما بقاش انا رئيس مجلس النواب، اخد بالك؟ فانا اللي شايفه ان النواب نفسيهم هم المفروض يختاروا الاصلح، بعيدا عن اي تشكيل سياسي او اي اغراض، يختاروا الراجل الصح عشان يبقى على راس القائمه. فاتمنى ان يكون رئيس مجلس الشعب بالانتخاب وليس بالتعيين. نسبة 5% اللي هيعينها الرئيس، تتوقع مين الشخصيات اللي تكون فيها؟ نسبة 5 متهيألي هيبقى من المجلس الاستشاري اللي هو معاه حاليا، يختار من المجلس الاستشاري. الشخصيات اللي الرئيس هيعينها؟ 5%. أنا أتوقع هيكون من ضمنهم أستاذ محمد أبو العينين والمهندس إبراهيم محلي. أتوقع كده يعني. من المعينين قانونا لا، من المعينين من قبل الرئيس قانونا لا، لازم يكون منتخب. بس اتوقع على ما سمعت مرتضى منصور، انا اتوقع ان الخمسه دول هيكونوا نمره واحد مسيحيين، المراه رغم ان هي 87 ممكن يزودهم شويه، المعاقين، الشباب بس، يعني مش هيدور بعيد عن هذا الاطار. اللي اسماء الناس يعني الشخصيات، لا شخصيات انا ما اقدرش بالظبط، لكن انا بقول مش هيطلعوا من البوتقه اللي بقول لسعادتك عليها، سواء كانوا اخوه مسيحيين. طبعا المسيحيين كتير، مش هقول اي اسماء، بس هيعبروا عن الاخوه المسيحيين. المعاقين معروف الدكتور اللي هو كان نجح المره اللي فاتت ده، اسمه ايه الرئيس بتاعهم، السياحي ولا الوساحي ولا ايه ده. وبالنسبه للشباب هم كتير متواجدين في كل حته. والله هيكون نخبة من الدكاترة ونخبة من القانونيين، وممكن المحكمة الدستورية، يعني نخبة تستحق التعيين، تخدم البلد في القانون بالذات، تنقية القانون، أو في أخطاء في الدستور تصحح. اختار شخصيات يكمل بيها اي كوته كان ناقص منها ما حدش نجح منها، زي مثلا اذا كان مقاعد المراه فيها نقص، او اذا كان مقاعد الاباط كان فيها نقص، او الشباب، فاكيد هو يختار من 5% من كده يعني. يعني شخصيات مثلا لها صلاحيات سياسيه، شخصيات مثلا اقتصاديه، شخصيات ادبيه مثلا معروفه، في علميه، شخصيات علميه، شخصيات ادبيه، شخصيات سياسيه برضه معروفه، شخصيات دينيه برضه معروفه، يعني شخصيات لها نفوذ يعني.